إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وحول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما زال حديثنا موصولا في هذه السلسلة المباركة التي بدأناها من وراء رمضان، ألا وهي سلسلة الآداب الإسلامية. تحدثنا من قبل لمن كان حاضرا دائما معنا في آداب المسجد، ثم تحدثنا عن آداب الجمعة، ووعدناكم في درس الأمس أننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ الحديث أيضا عن آداب السفر، لأننا طبعا الآن في وقت السفر، كثير منا على سفر أو سيسافر في هذه الفرية، ومن لم يسافر سفرا طويلا إلى بلده ربما سافر هنا يعني قريبا أو شيء، أو حتى الإنسان دائما يسافر بسيارته، فعلى الأقل المسلم يتعلم آداب السفر حتى يكون يعني مأجورا ومثابا في سفره، أن هو بيسافر من أجل الدنيا يعني من أجل طلب الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومع ذلك المسلم يتعلم آداب السفر حتى يأخذ الأجر ويكتسب الثواب من الله سبحانه وتعالى. من السنة في آداب السفر يعني إذا كان الإنسان سيسافر فيستخير الله سبحانه وتعالى الاستخارة، وصفة الاستخارة الشرعية مشهورة معروفة، وهي ما رواه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو دعاء الاستخارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمه للصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن الكريم. يعني إذن ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى به دائما في أي أمر يقوم به، اللي هو الاستخارة. ومن لم يحفظ هذا الدعاء ويريد بعد ذلك أن يكتبه له لكي يقوم بحفظه فليس هناك من يمنع. المهم أن المسلم يحفظ هذا الدعاء كما يحفظ سورة الفاتحة وكما يحفظ سورة الإخلاص، ويدعو الله سبحانه وتعالى به دائما في أي أمر يقدم عليه. يقول حافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، هذا الأمر عام أريد به الخصوص، فإن الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما. بمعنى ما فيش واحد مثلا يستخير الله سبحانه وتعالى هل يصلي أم لا، لأن دي أمور واجبة، أو هل يصوم رمضان أم لا، فالأمور الواجبة لا استخارة فيها. وكذلك الأمور المحرمة والمكروهة لا يستخار في تركها، فانحصر الأمر في المباح وفي المستحب إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتصر عليه. إذن معنى ذلك أن من أداب السفر الاستخارة، أن الإنسان قبل أن يسافر في غرض من الأغراض يستخير الله سبحانه وتعالى. يعني يستخير الله سبحانه وتعالى يعني بيطلب من الله سبحانه وتعالى ما هو الأفضل له وما هو الأخير والأوفق له، والله سبحانه وتعالى يوفقه بعد ذلك فيما يحبه. الأدب الثاني من أداب السفر الاستشارة لذوي العقول الغزيرة العارفين بذلك الأمر ممن جمع بين العلم والصلاح والتجارب، هي المشورة: ما خاب من استخار وما ندم من إيه؟ من استشار. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: وشاور في ليه في الأمر. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: إذا أراد سفرا يعني إذا أراد الإنسان أن يسافر استحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في سفره في ذلك الوقت. ويجب على المستشار يعني أن أنت تطلب منه المشورة
النصيحة والتخلي من الهوى وحظوظ النفس. قال سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر. وتظاهرت الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يشاورونه في أمورهم. الأدب الثالث من أداب السفر أنه ينبغي إرضاء والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته. يعني لا يسافر هكذا، يعني يطلب طاعة الوالدين، هل أبوه موافق على هذا السفر، هل أمه موافقة على هذا السفر. فأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما حرام من الكبائر. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد. رجل بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد معه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. يعني إذا أردت ثواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، جاهد في طاعة والديك، جاهد في إرضائهما، هذا هو الجهاد الأكبر بالنسبة لك. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكون مسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. واستدل به على تحريم السفر بغير إذن، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى. يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي جاء يستأذنه في الجهاد، يعني ذهب الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك الرسول يعني أمره أن يستأذن والديه، فما بالك بالسفر الآخر؟ إذا أي إنسان يريد أن يسافر إلى إيطاليا ولا إلى هولندا ولا إلى أي دولة أخرى، أو حتى يسافر مثلا في داخل دولته، يسافر من إقليم إلى إقليم أو من ولاية إلى ولاية، فهذا السفر يعني أولى أن يطلب فيه موافقة الوالدين. أيضا من آداب السفر أن يخرج الإنسان من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه، هو أن يطلب منهم المسامحة، وإذا كان عليه دين الإنسان أن يقضي هذه الديون التي عليه، فيبادر إلى قضاء ما عليه من الديون ويرد الودائع ويتحلل من كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، فإن الشهادة في سبيل الله تكفر أو تكفر كل خطيئة إلا الدين. ده لو الإنسان استشهد في سبيل الله بتكفر عنه كل خطايا إلا الديون، فما بالك في السفر، الإنسان لا يضمن شيئا في سفره. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام في الصحابة فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. الدين يعني الديون التي عليك للناس، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدين لا يغفره الله لمن قتل في سبيله، ده يعني قتل يعني ومستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو دون ذلك؟ يعني حتى لو مات الإنسان مثلا في سفره، أو لو مات في أي وقت آخر غير الجهاد في سبيل الله أو غير الشهادة في سبيل الله، فكيف يغفر الله سبحانه وتعالى المظالم التي عليه للناس؟ وهذا الحديث يتضمن التحذير من الدين، لأن حقوق المخلوقين صعبة شديدة الأمر، تمنع دخول الجنة حتى تؤدى. يعني الله سبحانه وتعالى يكفر الذنوب المتعلقة به، لكن الأمر إذا تعلق بالناس الله سبحانه وتعالى لا يغفر. ولذلك يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه؟ يقول الإمام السيوطي أي محبوسة عن مقامها الكريم، ويقول الإمام العراقي أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليه من الدين أم لا. يعني إذا معنى ذلك أن حقوق العباد ينبغي للإنسان أن يتفقدها وأن يؤدي ما عليه للناس، أيضا أن يكتب وصيته ويشهد عليه بها، لما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في حق الحاضر، يعني الإنسان المقيم في 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 مش مسافر، فما بالك بالسفر؟ إذن هذا الأمر في حق المسافر يكون أولى لما يتوقعه الإنسان في سفره وفي البلاد التي يهتجر فيها. يعني ربما تعرف السفر دائما مظنة، ربما يقع الإنسان في أي أمر من الإيه ما يظنه. ويستحب له أن في سفره أيضا أن يطلب رفيقا صالحا يعينه على الخير ويرى له عليه الفضل. يعني دائما الإنسان لا يسافر وحده، وإنما ينبغي أن يطلب أحد من الناس يسافر معه، إذا كان كلما كانت الرفقة كلما كان هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه الإمام البخاري: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. طبعا هذا الأمر، يعني إذا كان الإنسان مثلا سيسافر بسيارته من هنا إلى بلده، تعرف يعني أو نعلم الناس الذين يسافرون طبعا إلى المغرب ربما في من خلال الطريق ربما يستغرقون يومين ولا أكثر ولا أقل، فمن المستحب أن يعني أن لا يسافر الإنسان وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. ويقول الإمام النووي عليه رحمة الله: يستحب له أن يطلب رفيقا موافقا راغبا في الخير كارها للشر، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر له مع هذا كونه عالما فليستمسك به، فإنه يمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر، ويعينه على مكارم الأخلاق ويحثه عليها. أيضا أن يتعلم المسافر بعض من أحكام السفر، يعني يتعين عليه أن يعلم صلاة المسافر وما يفعل فيها، المسافة التي تقصر فيها، المسافة التي لا تقصر فيها، الحد الذي ينوي الإقامة فيه، وما يلزمه من قصر وإتمام. إن دي كلها أمور ينبغي عليه أن يتعلمها، لأنها عبادات متعلقة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وسائر أحبابه. روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: ابن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. يعني لما وخواتيم عملك، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يعني هذا الدعاء ينبغي أن تدعو به لمن يريد سفرا أستودع الله، وهو أيضا ربما يعني يقول لك مثل هذا الكلام: أستودع الله دينك، لأن الله سبحانه وتعالى إذا استودعته شيء يعني أنت بتطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على الإنسان دينه وأمانته وخواتيم أعماله، يعني الأعمال الصالحة التي تركته عليها. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زودك الله التقوى. فقال الرجل: زدني يا رسول الله. فقال: وغفر ذنبك. فقال الرجل: زدني يا رسول الله. فقال: ويسر لك الخير حيثما كنت، ويسر لك الخير حيثما كنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. يعني أنت لما تطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إنسان وأنت مسافر، أو واحد يدعو لك وأنت مسافر أن يحفظك الله، فالله سبحانه وتعالى يحفظك ويكلأك برعايه. يبقى إذن من السنة أن تدعو وتقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وتدعو أيضا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء يطلب منه الدعاء وحينما كان على سفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت. من الممكن أنك أنت أيضا تقول هذا للدعاء لمن يريد سفرا، تقول له كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: زودك الله التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك الخير حيثما كنت.
إلى هنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بالحديث عن آداب السفر، وبعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى نواصل الحديث عن آداب السفر في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، كما أسأل سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.